بداياتي من قرية تابعة لناحية السعدية اسمها الزاوية. هاي القرية كانت في حقيقتها عبارة عن عراق مصغر، لأن فيها اللغات العراقية ثلاث والمذاهب كلها موجودة في القرية، برغم مساحة القرية ما تتجاوز يمكن 4 كيلومترات. يتكلمون اللغة التركمانية والكردية والعربية من كل الملل والنحل، بيناتهم ألفة راقية راقية جدا. وإلى حد هذا اليوم واحد من يلتقي كأنه يلتقي مع تاريخه. أكملت الابتدائية بهذه القرية، ومن ثم التحقت إلى ثانوية السعدية، لأن بالقرية ما كان أكو لا متوسطة وغيرها. ففترة المتوسطة كانت، فكنت أرسم وأنحت، لا وبل كنت أكتب مسرحيات وأخرجها وأمثلها أيضا. من ثم شاءت الأقدار أنه بإصرار من عندي ورغم معارضة الوالد، فدخلت إلى كلية الفنون الجميلة في عام 77. خلال دراستي كنت من المتميزين، وفعلا حققت تقريبا الناجح الأول على القسم كنت بسنة 80 و81. وتدريب وقتها اللي يتخرج من الكلية كان يلتحق للجيش، فالتقدنا الخدمة العسكرية. تم استهداف دراسة الماجستير بالعراق سنة 84، لأن قبلها كانت دبلوم عالي وتوقفت. فسنة 84 قدمت، ورغم معاناة الجبهة وحروب وقتال ودمار كان الحياة العراقية، فاسمي طلع احتياط، ما قدر أداوم. ولكن بعد 6 أشهر تم استحداث الدورة الثانية في دراسة الماجستير في كلية الفنون الجميلة في جامعة بغداد، فانقبلت ذاك الزمن. وسنة 86 نهايتها بالضبط كملت دراسة الماجستير، ومن ثم رجعت مرتوخ إلى الخدمة العسكرية. في سنة 88 بالضبط 19/1/88 تم تعييني في كلية التربية الفنية في جامعة الكوفة، حيث تم تأسيس جامعة الكوفة في هذه السنة. فكانت كلية التربية الفنية موقعها في مدينة الحلة وفي حي شبر، فصرت ضمن الاستاف التدريسي. فعلا بهذا هذه الكلية أسست لنا أساس مهني حقيقي من خلال موجود زملاء مبدعين ومتميزين. وأيضا حتى الدورات الطلابية اللي كانت في هذه الكلية كانت دورات فعلا متميزة. استمرت في هذه الكلية إلى 92. في سنة 92-93 انقبلت على دراسة الدكتوراه أيضا في كلية الفنون الجميلة في جامعة بغداد. تدري كان البلد يمر في ظرف حصار والوضع الاقتصادي سيء، فأنا شخصيا أخرت الدراسة مالتي سنة جرجرت بيها لظروف اقتصادية. في سنة 96 أكملت الدكتوراه، ومن ثم رجعت للوظيفة وين؟ في مدينة الحلة في كلية الفنون الجميلة. استمريت إلى سنة 99. في 99 أخذت إجازة دراسية، ومن ثم حصلت إعارة خدمات إلى القطر العربي ليبيا. وفي ليبيا اشتغلت سنة واحدة في مدينة بنغازي في كلية الهندسة قسم العمارة ومركز العالمية الهندسية. وبعدها تم إنهاء خدماتنا على أمل حتى نرجع للبلد، يعني الدولة كانت فارضة شروط علينا، ولكني ما رجعت ودفعت غرامة للدولة بقتها 3 ملايين وكسر. فاستمريت في ليبيا لحين سقوط النظام السابق. بعد سقوط النظام في 2003 رجعت إلى البلد، ورجعت إلى نفس كليتي في جامعة بابل، صارت هنا وراها في كلية الفنون الجميلة في الحلة، واستمرت بها إلى عام 2005. وراها التنقلات صعبة، وعندي ولد من أحد أبنائي تمرض، فاضطريت وين؟ أجي إلى جامعة ديالى. جيت إلى جامعة ديالى فتم تنسيبي إلى كلية التربية الأساسية قسم التربية الفنية. في عام 2009 صرت 9 و10 صرت رئيس قسم التربية الفنية، واستمرت بها رئيس قسم لحين استحداث كلية الفنون الجميلة. في حقيقة الأمر أنا كنت من المعارضين لاستحداث كلية الفنون الجميلة في محافظة ديالى لأسباب، منها إحنا كان عندنا قسم اسمه التربية الفنية، وهذا القسم متكامل أكاديميا، لأن كان عندنا البكالوريوس، دورات متخرجة كثيرة، وعندنا دراسة الماجستير، وعندنا دراسة الدكتوراه. فبوقتها أنا شفت مو من الأنصاف نيجي نلغي تاريخ قسم ونستحدث. فبوقتها أنا طرحت نبقي القسم ونستحدث كلية فنون جميلة ما بها قسم تربية فنية. ولكن كانت هناك إرادات في الجامعة، تم تعليق الدراسة في قسم التربية الفنية ومعلق الدراسة فيه لحد هذه اللحظة. في حين مخرجات هذا القسم
طلاب أعداد كبيرة جدا تاريخهم في هذه الكلية، وكان هناك فرصة أن يكمل دراساتهم العليا في داخل المحافظة، ولكن أغلقت الأبواب في وجوههم. في سنة 2012 بعد استحداث كلية الفنون الجميلة تم نقلي إلى كلية الفنون الجميلة، اشتغلت بها معاون عميد، ولكن عدم اتساق السلوك ما بيني وبين الإدارات، فاضطريت أن أغادر مهام معاون العميد العلمي، فتحولت إلى تدريسي وبقيت استمريت. منجزاتي الفنية، أنا اشتغلت أعمال فنية لتاريخ طويل، يعني منذ ما كنت في الابتدائية ومرورا إلى الإعدادية وصولا إلى الكلية، وأنا كنت طالب في الكلية كانت لي أعمال تقبل على مستوى القطر العراقي في قاعات بغداد، مثلا المتحف الوطني الفن الحديث، لا بل كنت أنا طالب في الكلية كانت لي أعمال تباع على مستوى متقدم من الفن العراقي. فاشتغلنا بهذا التاريخ الطويل، وأنا معروف بالوسط التشكيلي العراقي من خلال ثلاث محاور حقيقة. المحور الأول هو فني، والمحور الثاني هو وظيفي، والمحور الثالث هو يعني على مستوى الدراسات العليا، دراسات العليا وزملائنا التدريسين أكاديميا. فهذا التاريخ الطويل خلانا نكون علاقات شاسعة واسعة، بدءا من جبال كردستان إلى شط العرب، من كل الأعمار المختلفة. نحن مجتمعات لنا ارتباط وثيق بالبيئة اللي احنا نشأنا من عندها، وتقريبا مشاعرنا وعاطفنا مرتبطة بالمكان. مثلا هذه اللوحة اللي خلفنا هي عبارة عن مزار كان موجود في عمق بحيرة سد حمرين، القرية اللي انا نشأت بها. القرية انغمرت واندثرت في اعماق بحيرة سد حمرين. هاللوحة اذا تلاحظها مرسومة في السبعينات، فكان هذا المكان يجمع كل مكونات الاجتماعية لحوض حمرين، حيث المدفن الرئيسي للمنطقة على شتى اتجاهاتهم ومشاربهم. فمن الأشياء اللي تربطنا في هذا المكان وهو مناسبات العيد ومناسبات عاشوراء ويوم الخميس الجمعة، فكان هو عبارة عن مكان متنفس المن لكل الناس الساكنين في هذا المكان، لأن قريتنا كانت تقع على ضفاف نهر ديالة. هناك جرف أنا شخصيا كنت أسميها فعلا هي أم الربيعين حقيقة، لأن كان هناك الأراضي اللي هي في مجرى الشط، إحنا نسميه بحاوي النهر، عبارة عن خضار دائم صيفا وفي شتاء تتجرد من الأوراق وتنتقل عبر ألوان موسمية، وهناك فيضانات للنهر. وبالذات إذا تلاحظ هذه اللوحة، هاي اللوحة هي مقطع من القرية حيث النهر فايض ولونه لون الطين، لون الطين. فبالتالي ارتباطنا بهذا المكان. من جانب آخر، يعني احنا مكانيا على مستوى مجتمعنا في المحلي في محافظة ديالى، الذائقة المجتمعية لا زالت لا تتقبل الفن الحديث التجريدي وما إلى ذلك. فبالتالي أنت عندما تشتغل لهذا المكان، الإنسان هذا المكان، فتحاول أن تكون باتجاهات الذائقية مالته. ولكن أنا لو تيجي من حيث الأعمال الحداثوية تجريد، لا عندي أعمال عندي حداثة شتى، حد منها مسوقة إلى وطن عربي وحتى لأوروبا. مشاركاتي مثل ما ذكرت لك بدءا من السبعينات، لما عندما كنت طالب من السبعينات وقبل المدارس المعارض المدرسيه، ولكن لي مشاركات في جميع المعارض القطريه، مهرجان الواسطي، التجمعات، جمعيه تشكيل العراقيين، نقابه الفنان العراقيين، والى بهذا المستوى. تقريبا اذا نحسبها اقل شيء عندي سنويا مشاركه ومشاركتين. يعني الفترة الأخيرة كان عندنا مجموعة نشاطات في مدينة كفري وفي بعقوبة وفي بغداد، فالحمد لله احنا متواصلين
وبالذات يعني نحن مجموعة في ديالة من التشكيليين، تشكيليو ديالة خلينا نسميها جميع التشكيليين، حقيقة تربطنا علاقات طيبة ورائعة اللي من خلالها نتواصل مع الفن العراقي ومعالجات اللي يشتغل عليها الفنان العراقي، إذا كان تقنيا فيما يخص العمل الفني كتقنيات، ومن حيث الموضوعات ومعالجاتها للواقع العراقي، فاحنا متواصلين. يعني احنا حقنا نقول لك دكتوره هندسه ودكتوره فنون جميله، يعني انت دكتور في فنون الجميله اختصاصك، لكن اليوم نجم البياتي وتدريسي في كل انسان، شنو المفارقه يعني او هذا يعني خلط اوراق ما نعرف؟ والله ما هي المشكله وين، يعني انت لما تكون في ساحه معينه ما تلقي اذان صاغره وتلقي الايرادات اعلى، فما عليك اما الاستسلام أو يعني وسيران بالاتجاه الآخر. وأنا معروف عني أنا دكتور أستاذ الدكتور الفنان نجم عبد الله عسكر، أنا رجل عصامي، أنا مستعد أتنازل عن كل أشياء، ولكن لا أتنازل عن الحق والعدل ومبادئ والقيم اللي أنا مؤمن بها. أنا لاحظت يعني، وأعتقد زملائي التدريسي الجامعات العراقية يعلمون، أن هناك خلل كبير الآن يعتري الجامعات العراقية. هناك ناس تسلقوا المهام التدريس في الجامعات العراقية ويحمل صفة أكاديمي، ولكنهم ليسوا بهذا المستوى. فتلاحظ زملائك الآخرين الذين هم كانوا محترماتي للألقاب والمناصب والوظائف، يعني واحد كان موظف بالمخازن، والآخر كان بواب، والآخر كان حارس ليلي، وبالتالي انتهزوا الفرص، صار دراسات المسائية اللي أنا أسميها هي شهادات من أجل الاسترزاق، ليس إلا يعني تحسين رواتب وليس تحصيل علمي، وإن كانت هناك حالات فردية. فهؤلاء تسلقوا صعده، وبالتالي أصبحوا كورس يخدمون الكراسي وإيرادات الكراسي في الجامعات العراقية. حضرتك لو ترجع إلى جامعة ديالة تلاقي هناك ناس وناس صار لهم أكثر من 10 سنوات 12 سنوات 8 سنوات قاعدين على الكراسي، لا بل مستميتين من أجل البقاء على هذه الكراسي. ولكن نيجي أنا كتدريسي وضمن خبرتي اللي تمتد من سنة 88 إلى حد هذا اليوم، بالرغم من اشتغالي في مدينة بنغازي الليبية وفي طرابلس في العاصمة الليبية وتواصلي مع العازم آخر، وحضرتك لازم تعرف أنا أجيد اللغات العراقية كلها، أجيد اللغة التركية بطلاقة والكردية ومتواصل، فما أعرف شنو هذا السر نوصل بالإدارة الجامعية حسب الأمزجة وليس حسب القوانين والتعليمات المعتمدة في صيرورة الإدارة الجامعية. أنا تعرضت إلى محاربة في حقيقة في الجامعة، وبالذات في كلية الفنون الجميلة، وبالذات من بعد 2012 بعد التأسيس الكلية، ما اضطرني في النهاية لما ما وجدت الجهات اللي ألجأ إلها واشتكي عندها آذان صاغية، الكل كانوا يعني ما أعرف ضد أنه لا تشتكي على الآخر، خليك ساكت، امشي وساكت لا تحكي، تكميم الأفواه. يعني مثلاً واحدة معتن اضطريت في موضوع معينة اشتكي بالوزارة، اشتكيت أول مرة بالجامعة، الجامعة أبد ما استجابت ولا أخذت بالقضية، بالرغم من بقى تاني واجهت السيد المساعد وراها شخص آخر واجهته الأكاديميين، وبعدين اضطريت أنقل القضية إلى الوزارة وقدمت شكوى إلى مكتب السيد الوزير. بعد فترة ما يقارب من 6 أشهر جاءت لجنة، واللجنة رايحة قاعدة يم الطرف اللي أنا مشتكي عليه، يريدون ينصفوني. يصل الحال أنه يوجه للتدريس الأستاذ الجامعي من المؤسسين للكلية عقوبة برقم سري. أنا لأول مرة أسمع أكو عقوبة برقم سري. ففعلا هاي العقوبة من وجدتها بوقتها، وفضلا عن الشكوى اللي قلت لك للوزير اللي ما لقيت آذان صاغية بحقيقية،
مما اضطر اني اقيم دعوه في المحكمه. وبعدين صارت ضغوطات علي كثيره من جوانب متعدده كزملاء وكاصدقاء، فتنازلت من هذا الباب على امل ان ينصلح الموقف، ولكن ما انصلح الموقف.